ها نجيناكم مع أبطال الديجيتال، أقوى موسيقى نسمعوكم، بالأخبار وليزاستيوس نودوكم، وأعز الكادوات نربحوكم. جونيور شو باي ليبرتا فوياج، كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل. إيكو سبور، تحية لكم الناس الكل. باش نحكيو عن منتخب الوطن التونسي المتعارض حاليا مع منتخب موريتانيا دون أهداف، لكن قبل هذا مجدي الخليفي نائب رئيس الكلوب طلب حق رد بخصوص الوثيقة اللي تم نشرها على موقع متاعنا xfm.com واللي تتضمن شكرية من قبل المجهول ضد مجدي الخليفي تتهمه باختلاس أموال لتيكيم تاع مقابلة الكلوب مولتي الجزائر. الخليفي هكا كانت إجابته. وما أنا نستغرب من شكرية من أول خاصة أنه الملف نتاع الملف المالي للنادي الافريقي كان من انظار الفرقه المختصه نتاع العوينه ونظرت في الملفات هذه الكل، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه كان نرجعوا البيع التذاكر المقابلات الكل بدون استثناء ديما هي تحت اشراف لجنه التنظيم، ويقع امضاء بحذر بعد كل مقابله من لجنه التنظيم والكونتابيليتي والكاسيه بحضور عادل المنفذ، لا ثم لا رئيس ولا نائب رئيس كانوا يحضروا في العمليه هذه. وانا بتحكى اي كان انه يثبت اي محضر نتاع اي مقابله بدون استثناء اي مقابله ما يزيد الخليفي ما امضى فيها، يعني حاجه بشرط وان وثيقه الغايه منها هي التشويش والتشهير بالعباد، انه يقول انه في الوثيقه هذه يقول انه حطوا 12,000 أبوني باش ينقصوا في عدد التذاكر، معناها يتهم العباد عندها استولات على ثمن التذاكر، واللي العباد هذوكم ولاو مطالبين باش يخلصوا اشتراكات، يعني الاشتراك يجي قد حكيت 10 ولا 11 تذكره، ما فما حتى شيء مطبق للواقع. لكن كي نرجعوا نشوفوا الموضوع نلقاو انها عمليه محبوكه، الغايه منها هي تشهير القضيه الشكايه تم إنتاح مقتضى قانون نتاع هيئة مكافحة الفساد أن تحفظ الأنونيمات من طرف مجهول. نهار 4 نهار 5 تتعدى للمطبعة في جريدة يومية، وبعد يقع تداولها من طرف صفحات الفيسبوك وبعض الإذاعات. يعني الهدف هو الترويج، مش الهدف في القضية. ومجدي الخليفي ضرب وضرب وضرب وما عنده ما عليه حتى شيء. ونتحدى واحد يجي ملف ضد مجدي الخليفي، التحدي هذايا مفتوح للجميع، وإذا كان الخليفي قد ما ضربه مازال وقفة رفقية، سي ميكمون على خاطر ما ثم حتى دوسي فعلي. استغلينا الاتصال مجدي الخليفي واسألني على حقيقة تصدع العلاقة مع عبد السلام اليونسي، هيك كانت إجابته. لا، العلاقة بيني وبين رئيس الجمعية ممتازة، وقعت خلافات في مش خلافات، هي اختلافات في بعض وجهات النظر، وقعدنا مع بعضنا وفما حاجات جاني وفما حاجات جيت اللي هو مراقبنا لبعضنا ومشيت العملية. المفروض يظهر لي في هيئة مديرة ماهوش باش تكون الآراء نتاعنا متطابقة، إذا كان الآراء نتاعو على متطابقة يقعد شخص باك، دونك فما اختلافات لكن حاولوا يردوها خلافات، ما نجحوش باش يخلطوها الخلافات، قاعدين يظهر لي متواجدين في الفترة الأخرانية تقريبا يوميا على اتصال وموجودين معنا في جميع الملفات. نعود لمقابلة المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب حاليا مقابلة دولية ودية ضد منتخب موريتانيا، وصلنا دقيقة 60 في مقابلة التعادل السلبي ما زال دون أهداف. المنتخب الأولمبي انهزم اليوم في مقابلة ذهاب التور الأخير في تصفية الكان المؤهلة للألعاب الأولمبية 1-0 ضد منتخب الكاميرون. منتخب مقابلة الإياب باش تكون الجمعة الجاية في تونس. الملعب التونسي فاز في مقابلة ودية على نادي وادي دجلة المصري 4-1. من جهة ثانية استاد والهيئة شدت عقد اللاعب هيكل الشيخاوي حتى أجوان 2021. الجلسة العامة الانتخابية النجم المتلوي اللي كانت باش تنعقد اليوم وقع تأجيلها من جديد بسبب عدم تقديم أي قائمة لقيادة النادي. اللاعب السابق الإسبيرانس محمد وائل العربي التحق بمحمد أمين الشرميتي في نادي مومباي الهندية. نحكي وباسكيت، المنتخب الوطني التونسي فاز في مقابلته الأولى من أجل التأهل الأولمبياد على الفلبين 85-67 لحد يواجه منتخب أنغولا. منتخبنا مطالب بالفوز ويسال نتائج بقية المقابلات متاع المنتخبات الإفريقية لضمان التأهل الأولمبياد.
ديما مع الباسكيت عدل 3 اللي هو الكوتش جديد للمنتخب الكويتي. أهم المقابلات في العالم دوم تصفية لورو حالياً أنه ميتولو لانتهى بتفوق ألمانيا على منتخب هولندا 1-0. سان مارينو منهزم في الشوط الأول ضد بلجيكا 1-0. سلوفاكيا منهزم أيضاً بنفس النتيجة ضد كرواتيا. أيضاً تقدم سلوفينيا على بولونيا 1-0. ومنتخب ويلز متقدم على أذربيجان 1-0. في المقابلات الودية حاليا منتخب ساحل العاج أو انهزم ضد منتخب البنين 2-1، وحاليا 35 دقيقة لعب في مقابلة منتخب المغرب متعادل مع بوركينا فاسو دون أهداف. إيكو سبورت، هكذا الأخبار تلقاها مع السيت راديو إكسبريس FM.com. أجمل تحيات إسلام المتبر.